بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اجعلنا من خير من أسعدتهم برضاك يا مولانا يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعما نوى. الآن بحول الله تعالى سنتناول بمقاربة صالحة نافعة متأدبة لبعض آيات في آخر أو قبل آخر سورة القلم الكلام. ماذا يقول ربنا؟ أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورضوان من جديد. يقول ربي في سورة 42 آية 42 من سورة القلم: يوم يكشف عن ساق. شوفك الإعلام رهيب. يوم يكشف عن ساق، وعلامة لكون الإنسان الكافر والمنافق والملحد، أي المفسدين، الجماعة المفسدة كما جماعة ترامب ونتنياهو والكلب السيسي وأنت وهالمجر كلاب بلا سعود. يقول ربي يوم يكشف عن ساق، هذا مش يتوب، قالوا مش يتوبوا هني أنا، كانوا أذكى من غيرهم من عقبى أن يحق عليهم القول. يوم يكشف عن ساق، وهذا إعلام رباني بأن المسألة هول شديد، رعب، سيون غون بانيك جينيراليزي أترافير سي كفار، سي زانفيدال، سي بوليتيست. يوم يكشف عن ساق، وهنا أنا أدعو اللي عنده ما يقول في سيناريوهات الأفلام، ويقول في على الركح ماذا سيقدم. هل تقدروا تاخذوا واحد في مليار المليار من هذه الصورة المعبرة عن ما سيعانيه أهل الكفر والطغيان والفساد؟ نعود إن شاء الله تعالى.